رشيدة عبد السلام الحقيقة عملت مع طول الوقت مع الأستاذ يوسف شاهين. هم كانوا تركيبة لطيفة جدا كده. هي كانت لدغة في الري، وكان طول الوقت تقعد تزعق نسمعها. هي كانت في مكان منفصل، احنا كل المونتاج كان في مكان واحد في مدينة السينما ما عدا رشيدة عبد السلام، كانت قاعدة في استوديو الأهرام لوحدها. فكان هي ويوسف شاهين عاملين دويتو مع بعض، ويوسف شاهين يعني من الحاجات الظريفة والدعابات اللي هو كان دايما يعني لسانه شوية بيتلفظ يعني. وهي بقى كانت بتعمل معاه فيلم في النيل، مش فاكره اني فيلم فيهم يعني، فيلم في الميه يعني كله. وبعدين فقال لها، دي كانت حوار شهير جدا بالنسبه لهم، فقال لها هاتي الشط بتاع المركب. فهي بقى شتمته، ابن كذا عمال يقول لي هاتي شط المركب، ما الفيلم كله مراكب، اني فيلم اني مركب فيه؟ تعيط جدا لان هو شغله قاسي جدا. بس يعني هي بتتكلم عنه ان هو معلمها الاول، وان هي اتربت في مدرسه يوسف شاهين، رغم ان هي طبعا اشتغلت قبل يوسف شاهين بكتير يعني مع اساتذه كبار، انما هي قالت انها اتعلمت من يوسف شاهين كل حاجه. قالت يوسف شاهين ده يعني ايه نموذج للمخرج اللي عاشق السينما، حابب السينما، بيعشق هو حاجه بيعملها. على فكره انا الحقيقه لحقت اني الاستاذ يوسف شاهين الله يرحمه يدرس لي، استفدت جدا منه في التقنيه، ازاي هو بيعلم، ازاي هو بيوصل المعلومه، ازاي هو عنده روح. اوعوا تفتكروا انه بيتهته كده، فيعني زي ما بنسمعه في الاحاديث التلفزيونيه فما تقدرش، بالعكس خالص، هو بيتهته بس انت معجب بالتهته دي، معجب بحلاوه طريقه كلامه وطريقه عرضه. لا حد فاهم، حد فاهم السينما، حافظ السينما، قاري السينما. فالحقيقه ده كان شيء جميل جدا في يوسف شاهين. ويوسف شاهين كان بيتقال عليه مخيف، وانه عصبي، وانه بيتدخل، وهو اللي بيصور وهو اللي بيعمل بيتدخل. فكنت داخل فعلا ما وانا خايف منه. اشتغلنا حوالي 4-5 ايام بحذر الاثنين مع بعض الى ان قدر يفهمني وانا فهمته، ومبقاش يتدخل في الصورة، بل كان احيانا يجي يقول لي ايه، انا عاوز جنونة من جنوناتك. اقول له انت بتصعبها عليا، يعني ايه جنونه؟ يقول لي ماليش دعوه، المشهد ده عاوز فيه جنونه من جنونه. ليه؟ لان اذا مدير التصوير فهم الدراما صح، وفهم الموضوع صح، وفهم ايه اللي قبل المشهد ده وايه اللي جاي بعد المشهد ده، هيقدر يدي اضاءه وتكوين مظبوط في المشهد اللي هو مطلوب ده. فيوسف شاهين من المخرجين اللي يهتموا جدا بالتكوين الصورة، بإضاءة الصورة. ليه؟ هو ده اعتماده كبير جدا على الصورة في أفلامه.